ازيكم يا حلوين؟ جولة جديدة ويوم جديد ان شاء الله، يبقى يوم سعيد علينا وعليكم بإذن الله. النهاردة يوم الحد في الوكالة، رحت بقى اعمل لكم جولة حلوة كده، يا رب تعجبكم ان شاء الله، وناخد لفة كده بين الاستندات الغالي والرخيص، واللي ب10 وب15 واللي ب65، كل حاجة هفرجكم عليها. تعالوا كده نبتدي ونسمي بالله. اول استند قابلني خالص ب45، مش هبص عليه، مش عارفة ليه، وهخش على طول على الاستند اللي ب35، يمكن عشان انا احب ادور لكم على الحاجات الارخص يعني. تمام، الاستاند ده كان كل الحاجات اللي عليه عبارة عن دريسات بس، وب35 جنيه بنات. الدريس الاسود ده على فكرة حلو جدا، وستايل الكم بتاعه بكرنيش كده شكله جميل قوي. تمام، في حاجات كتير تنفع للبيت وفي حاجات خروج. البيزك ده حلو جدا، تلبس تحت كاردي ولا حاجة، اللون بنفسجي الغامق ده، وتحفة وبكم وكل حاجة. دي كمان بلوزة واسعة على فكرة، جات لي فكرة كده وانا بتفرج عليها معاكم، انها تتفتح كده من قدام، تبقى الكار دي حلوة جدا، ب35 جنيه بس. فستان ده كمان ب35 جنيه بس. اي حاجة هوريها لكم من على الستاند ده هي ب35 جنيه، والستاند ده كان مقفل مليان جدا. بص بقى، الفستان السواري ده هو مش كب، هو مفتوح كده من فوق ونازل على الاكتاف، وفي زي نص كم كده او ربع كم، حلو جدا، بس معرفتش اوريه لكم لانه مفتوح جدا بينزل من على الشماعه. الفستان القمر اللي انتم شايفينه ده من النص فوشيا ومن الجناب اورنج، ونازل على واسع، وخامته فسكوس حلوه جدا، كنت حفطس واخده، كان جميل جدا بس مش مقاسي، عايز واحده ارفع، بس فعلا حلو جدا جدا جدا، خامته وشكله ولونه كل حاجه. تمام، كان في شويه حاجات فعلا مختلفه، وناس كتير خدت من على الستاند ده حاجات حلوه جدا، 3 قطع ب100 جنيه وكلها حاجات بقى طويله حلوه قوي. بص الفستان ده لاول ولها كده تحس ان هو وهله، المفروض مش ولها، تحس ان هو يعني حاجه قديمه، بس هو فعلا لما تخيلته وهو ملبوس حسيت انه هيبقى حاجه شيك وحاجه حلوه، فمش الحاجه مش بالظهر، انا فعلا لما تخيلت كده ان واحده لابساه، هو سيمبل خالص، في نفس الوقت كده الفتحه بتاعه الحوض بتاعته مع الشرشيب اللي نازله دي عجبتني جدا. الفستان ده كمان حلو قوي. بص انا هنا بوريكم سعر الاستاند وقد ايه الاستاند، يعني ما شاء الله متروس، مليان فساتين على عبايات بيت على حاجات كتير بقى، كل اللي انتوا بتفكروا فيه موجود على الاستاند. سبته ونزلت رحت بقى على الاستاندات ب15 جنيه. انا ممكن اكون في بداية الفيديو ما قلتلكوش انا هنا فين. انا اول ما طلعت من محطة مترو جمال عبد الناصر مشيت بالظبط 10 متر، لقيت لك الفروشات دي، ده الكوبري اللي بتعدي من تحتيه عشان تخش الممر من عند مستشفى الجلاء وتخش الوكالة من جوه. انا بقى ما دخلتش جوه ولا اي حاجة، انا هنا بس لسه بره. تمام كده، السندات اللي ب15 جنيه دي عليها لقط بجد تجنن. بلوزه القمر اللي انتوا شايفينها دي برضو كان نفسي اخدها، بس برضو مش مقاسي، ربع كم كده شيفون ومفتوحه كده من قدام، بجد قمر قمر قمر. كان في بقى على الاستندات حاجات كتير تنفع للبس للبيت يعني، وحاجات للاطفال وحاجات لانجري، بجد يعني الاستندات دي بيبقى عليها لقط، زي مثلا البديهات اللي انتوا شايفينها دي على اي بنطلون كده ولا اي ليجن للبيت حلوه جدا. القطعة دي برضو قطعة لانجري حلوة جدا، لطيفة وشكلها حلو ولونها كمان حلو، 15 جنيه بس. شايفين البلوزة الفراشة القمر دي برضو 15، بلورهات بقى جميع الألوان، يعني أي حد بيدور على بلورو هيلاقي ب15 جنيه برضو. دي بادي شكله حلو لطيف. ميزة دي جيبونا الأول، ميزة الستاندات الرخيصة دي إنك هتلاقي عليها قطع كتير للبيت، ده اسمه ايه، اسدال بتاع اطفال يعني، وقطعه ب15 جنيه. عايزه اقول لكم ان ده بيتباع ب150 جنيه، الاسدال ده الاطفال بتاع الطفله ب150 جنيه. المهم خلينا في حالنا، خلينا هنا مش هنروح في حته تانية. انا عايز بصوا، دي استندات ب5 جنيه، برضو عليها لبس اطفال كتيره جدا، ودي استندات ب25، كل الاسعار موجوده من اول 5 جنيه بنات، من اول 5 جنيه. الناس اللي عايزه تجيب لبس للولاد للبيت، عايزه تجيب لبس يعني يكون مش هخرج فيه ولا حاجه، قطع اللي ب5 جنيه عمليه جدا. طيب عايزه بقى لبس شيك ويكون انيق وبراند وحلو وكل حاجه، عليكي بقى من اول 15 جنيه و10 جنيه كمان وانت طالعه عادي جدا. هل بقى
اللي هو بخمسة، مش براند، لا براند، و اتش ام وماكس وكل حاجة، بس انا قصدي ان اكيد اللي ب5 جنيه بتكون ما تنفعش للخروج بره خالص، بتبقى متهالكة زي الهدوم اللي عندنا في بيوتنا اللي هي بتتغسل كذا مرة فبيبان عليها ان هي خلاص يعني بقت مكتئسة من كتر الغسيل، وتحس ان التيشيرت مكشر كده خلاص تعب من كتر الغسيل. هما دول تمام، هما موجودين عندنا عادي في البيت ما فيش مشكلة، بس احنا بنوصل لمراحل تانية يعني بعد ما التيشيرت خلاص كشر واتهلك واتهرى وبقى يعني العيل يبقى لابسه مبتئس كده، مش بنبقى كده خلاص التيشيرت مهمته انتهت، لا ده بيخش على مرحلة المطبخ، بيقوم بدوره بقى في المطبخ ومسح بنحوله لقطع غيار في المطبخ، بس عادي يعني كل الناس بتعمل كده. هنا بقى لا، بيبقى فيه إعادة تدوير. تمام، تعالوا بقى افرجكم على البنطلونات. البنطلونات دي يوم الجمعة كانت ب75 جنيه، يوم الأحد ما شاء الله يعني عندك ب45 وب55 وكل حاجة. السندات دي برضو كانت يوم الجمعة ب75، النهاردة ب65، والبلوزة دي قمر جميلة جدا، ستايلها تحفة، لونها حلو، مقاسها زي ما انتوا شايفين كده بجد تحفة تحفة تحفة. اكتر حاجة عجبتني في الجولة دي البلوزة دي. تمام، كان في بقى من دريسات كتيرة جدا على الستاندات يعني زي ما انتوا عاوزين، بصوا ومقاسات بقى يعني المين دريس ده ما شاء الله يلبس اكتر من 100 كيلو، واسع جدا، وكمان في كده حبل من النص يعني هو كمان اللي لمه شوية، برضو البلوزة دي واسعة، مقاس واسع ما شاء الله يعني تلبس ما شاء الله مقاس كبير، وكمان للمحجبات اللي هم بيلبسوا حجاب كامل لحد تحت يعني فوق الانكل بحاجة بسيطة. تمام، لو انت مثلا منتقبة او لابسة حمار تبقى حلوة جدا وبتمشي، واشوف طبعا منتقبات كتير جدا بيشتروا الحاجات دي في الوكالة. برضو ده فستان فيسكوز برضو لطيف جدا، في حزام من ورا دي حلوة قوي، بس للأسف للأسف الحتة دي مبيبقاش فيها اضاءة خالص للتصوير، ده فستان ابيض تحفة طويل اللي فات يعني، بس زي ما قلت لكم بصوا بقى الفستان ده فستان سعاد حسني بس الله يرحمها، كل ما اشوف اي فستان كارو او مقلم افتكرها على طول، بجد الفستان ده جميل جدا، هو جزئين كده، وهي كان عندها فستان زي ده والله في الافلام كنت بشوفها كانت بتلبس عليه برنيطه كده، والفستان من ليه طبقه كده من فوق كانه عليه توب كده، والله العظيم كانه بتاعها سبحان الله. تعالوا بقى على الستاند ده، الفساتين اللي فاتت كلها كانت ب65 جنيه على فكرة، الستاند ده بقى ب45. انا برضو وريتكم كارت السعر عشان اللي مش مركز او مخدش باله من كارت السعر، الفساتين والسلبتات والحاجات والعبايات دي كلها اللي فاتت ب45، ده بقى من اول هنا ب25 جنيه يا بنات، وزي ما انتوا شايفين بصوا ده، شايفين العباية القمر دي، العباية دي عبارة عن طبقة كده شفافة وعليها طبقة تانية من الرسومات دي من القطيفة، بجد حلوة جدا دي على بيزك اسود، يا يعني عباية سودة سادة كده اسود تحفة، جميلة جدا بصراحة، وتمنها ببلاش ب25 جنيه. الستاند برضو عليه بقى ارواب وعليه لانجري وعليه حاجات كتير قوي حلوة، بجد الناس والله العظيم بتاخد لقط من على الستاندات، والفيديو اللي فات ناس كتيرة جدا كتبت لي ان هم كانوا هناك وجابوا حاجات حلوة قوي اتبسطوا بيها. العباية البيت دي ب25 جنيه، فعلا 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 والله بجد، مش عشان انا بسوق لحاجه معينه ولا عشان الفيديوهات ولا عشان اي حاجه، بس المكان ده فعلا ما فيش حد بينزل ويرجع ايده فاضيه خالص، الا بقى لو انت رايحه يعني ايه اللي هو ماشيه كده وعارفه ان انت مش هتلاقي حاجه فمش عايزه تلاقي حاجه، لكن انت فعلا والله لو هتنزلي مستحيل ترجعي بايدك فاضيه من كميه الاستندات، والمليانه لقط مليانه حاجات حلوه جدا باسعار خياليه، محدش ابدا لما ينزل ويلاقي الستاندات ب65 ولا ب75 ويقول ايه ده هي غاليه ليه، غاليه ليه ايه، هو في فستان اصلا ب75؟ عشان انتوا بتزعلوا لما تنزلوا وتلاقوا في حاجات عليها 75 و65، لا ما تزعلوش، انت لو الحاجه دي شايفه ان هي ده سعرها غالي عليها خلاص ما تاخديهاش، هتلاقي الستاندات برضو ب45 وب35 وب25 وب10 وب20 وبكل الاسعار، هي فعلا فيها تنوع رهيب، تنوع مش طبيعي. بصوا الستاند ده ب10 جنيه، تمام، عليه حاجات كتير بس كان عليه بنات بيشتروا واتضايقوا من التصوير فسبت لهم الستاند خالص ورحت اصور على واحد تاني برضو ب10 جنيه علشان محدش يبقى متضايق من التصوير. تمام، ده بقى عليه ايه، جيب بنطلونات في
في بنطلونات خروج، بنطلونات ساتان بتاعت بيجامات زي ما انتوا شايفين كده ب10 جنيه بس، ومقاسات شايفين البنطلون الكشمير ده ما شاء الله مقاس كبير كبير واسع يعني ب10 جنيه بس. يعني الجمعة اللي فاتت كان في بيجامات ساتان البنطلون ب15 والبيجامة نفسها ب15، يعني البيجامة كلها على بعضها ب30 جنيه. بيجامات بقى تحفة تحفة، هفرجكم على كل حاجة اصبروا بس. بصوا دي كمان جيبة شورت بليسيه كده ب10 جنيه، مفيهاش الهوا ولا ديفو ولا اي حاجة، وموضة جدا البليسيه طالع موضة جدا، والجيبة الشورت كمان تمام. فبصراحة الاستندات يعني حاولي بس تدي نفسك فرصة لما تنزلي ويبقى عندك صبر ودوري في الاستندات، مش هتخسري حاجة. انت كده كده نزلتي ويوم وخلاص، يوم وراح، الوكالة دي نزلتها كده يوم خلاص، يوم خلصان، دوري مش هتخسري. مش هقولك بقى ان الدنيا وردي وهتلاقي الحاجات بتقابلك كده في الشارع، لا، بس لازم عشان تلاقي حاجة كويسة تلف شوية وتتعب. كل الحاجات القمر اللي قدامكم دي ب10 جنيه، البلوزة اللي فاتت اللي فيها كرافتة دي حلوة جدا تحت بليزر ولا حاجة جميلة جدا، او جاكيت بجد لطيفة تمام. في حاجات هقول لك، في حاجات مثلا تحس انها موديلات قديمة، في قطع مثلا انت محتاجاها تكملي بيها حاجة معينة تمام، فالحاجات دي كلها هتلاقوها وبكميات. انا بس بوريكم مقتطفات وحاجات بسيطة جدا من اللي موجود. انا لو صورت ستاند واحد بس كامل هعمل فيديو نص ساعة. الستاندات بتبقى الستاند 160 قطعة، الستاند الكامل اللي ما يكونش متباع منه بيبقى 160 قطعة. فانا يعني بمشي هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. انت لما تروحي دوري كويس، وقفي على كل الاستندات، شوفي الرينج اللي انت عايزه تدوري فيه ايه وقفي عليه. انت مثلا عجبك الرينج اللي هو ب35، اقفي على الاستندات اللي ب35، عجبك الرينج اللي ب10 اقفي، عجبك اللي ب15 اقفي، عايزه حاجات شيك وانيقه وحاجات للجامعه اقفي على اللي ب65 وب75 وب55، هتلاقي حاجات حلوه جدا ومش باين عليها خالص انها من الوكاله. صدقيني والله عن تجربه، انا بجيب من هناك حاجات تحفه محدش بيعرف ابدا انها من الوكاله، بجيب حاجات جديده جدا وسعرها حلو جدا بتبقى لقطه. بس انا بدا بحكم شغلي ان انا ممكن الاقي قطعه لقطه من اللي في ب35 وب25 وقطعه ب10. انت ممكن روحتي مره والمره دي خلاص انا رحت وهجيب اللي موجود. انا بنزل في الاسبوع مرتين هناك، كل اسبوع بنزل مرتين الوكاله، فعشان كده بلاقي حاجات ممكن حد غيري صعب انه يلاقيها. بس في الاخر لما تنزلي اتعبي وهتلاقي كل حاجة حلوة ان شاء الله، كل حاجة حلوة هتلاقوها. الاستندات دي ب10 جنيه تمام. بصوا الناس عندي جلابية بيتي من اللي هي الموديلات القديمة، بس قلت اوريها لكم ممكن حد يستفاد بيها، يجيبها يشتغل بيها في البيت، ينظف بيها البيت عادي جدا. حاجة زي دي جلابية برضو ب10 جنيه تمام. فيعني هو التنوع مطلوب، الاستندات عليها حاجات كويسة جدا، في حاجات قيمة جدا، في حاجات بتبقى لقطة. بصوا ده مثلا الستاند ب65 جنيه، اوريكم السعر دلوقتي اهو، عليه لبس خروج حلو قوي، القطعة السوداء اللي هي فيها خطين ابيض دي جميلة جدا، دي برضو قطعة طويلة زي ما انتوا شايفين وواسعة وزي الفل لبس خروج. بصوا كمان دي جميلة جدا. فعلى حسب بقى، يعني احنا بنقول على حسب رنج الاسعار اللي انت عايزة تشتري منه هتلاقي الحاجات اللي تعجبك. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا بقى احنا خلاص كده انا خارجة تقريبا متجهة الى ناحية المترو. تعالوا بقى الستاند ده، عارفين الستاند ده لقطة اللقطة، الناس كانت منبهرة بيه بنات. الستاند ده عليه الليجينات بتاعة الجيم، يا خرابي على الجمال، ما شاء الله ما شاء الله تحفة. ده فين بقى؟ بس هو طبعا مش هتلاقوه في نفس المكان، الستاندات دي على عجل، عشان لو حد سألني في الكومنتات الستاند ده لاقي فين، مش هتلاقيه قلبي في نفس المكان، لكن لما تلفي هتلاقي حاجات شبه كده تمام. ده قدام الكشك اللي جنب صدرات الاسعاف على طول، في سور كده قافل على الكشك وبيبقى فيه دايما استندات موجودة هناك. عليه البنطلون ب35 جنيه، البنطلونات دي جوه في شارع زكي السماك بيحطوا عليها 150 جنيه، بنطلونات جديدة تحفة، كل واحد احلى من التاني. الستاند كان تلات ارباعه لجينات اللي هي للجيم، بنطلونات للجيم تحفة جميلة.
وكان في برضو خروج، وكان في بنطلونات بليسيه، وكان في جيب شورت، وكان في بنطلونات الواسع زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه موجود. بس كان في كميه لجينات على الاستاند ده حلوه جدا جدا جدا، والسعر 35 جنيه لقطه. الوكاله مليانه لقط، ما تحرميش نفسك من الفرصه دي، ولو رحتي مره وما كانش الحظ حليفك روحي تاني، مش هتخسري حاجه. البنطلون القمر ده سواري كده شيفون بليسيه تحفه، ده كمان ساتان بخطين كده شكله جميل جدا جدا جدا. انا كده تقريبا في نهايه الجوله بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ويا رب اكون كنت خفيفه وضيفه خفيفه كده على قلوبكم، وتكون الجوله القصيره دي عجبتكم. انا عارفه ان الجولات اليومين دول في الوكاله قصيره شويه، بس معلش ان شاء الله من اول الجوله الجايه هنرجع لعادتنا، وترجع ريما لعادتها القديمه، ونعمل الجولات الطويله اللي انتوا بتحبوها. بس عشان خاطر ببقى راحه يعني تعبانه، والشمس وحاجات كتير كده بتخلينا اختصر في الجولات. اشوفكم ان شاء الله في جوله جديده، ما تنسوش اللايك.